يعني بالدراما. انت ما تبين تطلعين البنية الدلوعة اللي تطلع كذا دور الستايل اللي ودي تطلع ودي بكافي. ودي احب لي واحد وسوالف حب، ما عندي مشاكل. بس انت حبيتي بسكن الطالبات؟ حبيتي بالضبط، حبيت بسكن الطالبات وعشنا قصة حب، ويعني ما عندي وما مشاكل. نجحت. ما نجحت بالضبط، ورحت حبيت لي بعدين واحد ثاني من هالسوالف. ما عندي مشاكل اني انا احب، بس وبعدين المسلسل انا قاعد احب، يعني تدورين ادوار صعبة؟ احب الادوار المركبة عشان انا اثبت وجودي فيها، انا اصارع نفسي، انا اثبت حق نفسي قبل ان انا احب اني انا اكون